استعاذة بالله من كل شيطان رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. هو نور الورى وصاحب مقام قاب قوسين أو أدنى. من صلى عليه سيغنم ومن لم يصلي عليه سيندم. هو الذي تطفأ عنا بإذن الله بشفاعته حر جهنم. هو الذي قدمه في الصخرة علم. هو ألف الألفة وباء البهاء وتاء التحلي وثاء الثبات وجيم الجمال وحاء الحلم وخاء الخير ودال الدلال ودال ذكر المتعال وراء الرحمة الكبرى وزاي زين الوجود وسين السعود وشين الشهود وصاد الصفاء وضاد الضياء وطاء الطلال وضاء الظلال وعين العناية وغين الغاية وفاء الفتوة وقاف القوة وكاف الكمال ولام اللطف من المتعال وميم الملك ونون النوال وواو الوفاء وهاء الهنا ولام ألف توحيد لا إله إلا الله وياء الياقوت يطوع الرحمة الكبرى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سر الأسرار ونور الأنوار ورحمة الله الواحد الغفار سيدنا محمد النبي الهادي المختار وعلى آله الطيبين الأطهار وسلم تسليما كثيرا. أهبط إليه الملائكة الأربع جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل. ألقوا عليه السلام جميعا. السلام عليك يا نبي الرحمة. فقال وعليك السلام يا أخي يا جبريل. قال يا نبي الرحمة من صلى عليك عشر صباحا وعشر مساء خطفته من على الصراط كالبرق الخاطف. وقال ميكائيل يا نبي الرحمة السلام عليك. قال وعليك السلام يا أخي يا ميكائيل. قال يا نبي الرحمة من صلى عليك عشر صباحا وعشر مساء سقيته من حوض الله المورود شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وقال إسرافيل السلام عليك يا نبي الرحمة. باسم من عنت الوجوه لوجهه فهو الكريم يجيب من ناجاه. سجد الجبين لهيبته وركع الراكع لخشيته ودعا الداعي دعاؤه يرجو رحمته وجنته إنه الله. بسم الله العلي الكبير اللطيف الخبير القائم على كل نفس بما كسبت والمجازي لها بما عملت. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة ونورا وهدى للعالمين صاحب الثوب الأبقى والقلب الأبقى والكتاب الأبقى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نور الورى وصاحب مقام قاب قوسين أو أدنى. من صلى عليه سيغنم ومن لم يصلي عليه سيندم. هو الذي تطفأ عنا بإذن الله بشفاعته
حر جهنم هو الذي قدمه في الصخرة علم، هو ألف الألفة وباء البهاء وتاء التحلي وثاء الثبات وجيء الجمال وحاء الحلم وخاء الخير ودال الدلال وذال ذكر المتعال وراء الرحمة الكبرى وزاي زين الوجود وسين السعود وشين الشهود وصاد الصفاء وضاد الضياء وضاء الظلال وضاء الظلال وعين العناية وغين الغاية وفاء الفتوة وقاف القوة وكاف الكمال ولام اللطف من المتعال وميم الملك ونون النوال وواو الوفاء وهاء الهناء ولام ألف توحيد لا إله إلا الله وياء الياقوت يضوع الرحمة الكبرى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي يا علم الهدى يا رسول الله. قال لأبي بكر الصديق: يا أبا بكر، سمعت فتى يصلي علي صلاة لم يصلها علي أحد من قبل. فقال الصديق: وماذا كان يقول يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنه يقول: اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه، اللهم صل على سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه، اللهم صل على سيدنا محمد كما أمرتنا بالصلاة عليه، اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه، اللهم صل على سيدنا محمد كما يجب أن يصلى عليه. صلى الله عليك سيدي وعلى آلك الذين ظهرت كراماتهم كشمس ليس دونها شعاع، كلما ذكر الله ذاكرا ودعا الله داع. فأنت خاتم النبيين والمرسلين وإمامهم عند الاجتماع، وأنت خطيبهم إذا وفدوا إليك عند إجابتهم بالامتناع، ولك المعجزات العظمى، فكم شفي بريضك الشريف كثيرا من الجرحى، وبقليل من الطعام أطعمت كثيرا من الجياع. صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله. يا من أنزل الله تبارك وتعالى إليك ملائكته جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل. قال جبريل: السلام عليك يا نبي الرحمة. فرد عليه السلام قال: يا نبي الرحمة، من صلى عليك عشر صباحا وعشر مساء خطفته من فوق الصراط كالبرق الخاطف. وقال ميكائيل: يا نبي الرحمة، من صلى عليك عشر صباحا وعشر مساء سقيته من حوض الله شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وقال إسرافيل: يا نبي الرحمة، من صلى عليك عشر صباحا وعشر مساء فررت ساجدا تحت عرش الرحمن سجدة فلن أرفع رأسي حتى يغفر له من قبل المولى جل وعلا. وقال عزرائيل: يا نبي الرحمة، من صلى عليك عشر صباحا وعشر مساء حينما أوكل بقبض روحه أنزعها كما ينزع الشعر تزع الشعر من العجيب. صلاة وسلاما دائمين عليك سيدي يا رسول الله في هذه الذكرى العطرة وفي هذا المقام الأمين وفي هذه الليلة القرآنية المحمدية النورانية الإلهية التي يجتمع فيها أحباب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المكان الطيب الطاهر منزل آل نجم الدين الكرام في الذكرى السنوية لراحلنا الكريم العمدة صلاح نجم الدين عمدة العمد بمحافظة المنوفية. الذكرى الثامنة لعمدة العمد بمحافظة المنوفية أحب البلاد إلى قلبي برجالها الأبطال فهي مصنع الرجال والقادة والزعماء نعتز بهم دائما فخور بأنني بينكم في هذا البلد الطيب أهله بدعوة كريمة من الأحباء الكرام والذين أسأل الله تبارك وتعالى أن يمدهم بمدده حيث يجتمع إليهم هذا العدد الوفير الكثير ما اجتمعوا إلا بمحبة من عند الله تبارك وتعالى. جئنا بدعوة من العمدة حسين نجم والعمدة إبراهيم نجم وحبيبنا الغالي وحبيب العالم الإسلامي بأكمله العمدة أحمد نجم الدين
نجم مذيع إذاعة القرآن الكريم في هذا المقام القرآني الكبير وفي هذه الليلة الغراء التي يأمرنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الصلاة على حضرته. إذا كانت ليلة الجمعة أو نهارها فأكثروا من الصلاة عليه فإن صلاتكم معروضة عليه. يا ابن آدم إن كنت في ضيق وملل وقد أصبحت في حرج فصلي على النبي المصطفى من بني هاشم يأتيك الله بالفرج. ولما لا في هذه الليلة القرآنية المباركة التي تتلى فيها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وإطعام الطعام للمسلمين من كل الدوية، ولإطعام الطعام شأن عظيم عند الله. فقال شيخنا عبد القادر الكيلاني في أقصر خطبة خطبها أن لقمة في بطن جائع خيرا من بناء ألف جامع، وخيرا من كسى الكعبة وألبسها البراقع، وخيرا من صام لله في يوم حر والحر واقع، وخيرا من استل سيفه وجاهد الكفر بسيف مهدد قاطع. وإن الدقيق حينما ينزل في بطن جائع له نور عند الله كنور الشمس وهو ساطع. أيها الإخوة المؤمنون، وكوكبة قرآنية عالمية في سماء دولة القرآن الكريم وفي سماء الأحاديث النبوية المبلغة عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، يمتد حفلنا هذا حتى مطلع الفجر بإذن الله العلي القدير. مرحبا بإذاعة القرآن الكريم وبرجالها وبقرائها الأجلاء. إني أشكر حضور فضيلة القارئ العلم الشيخ أحمد عوض أبو فيوض الذي نستمع إليه فجر الليلة بإذن الله عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم. معالي الدكتور محمد متولي منصور، معالي الدكتور الشحات العزازي، مرحبا بكل السادة المذيعين والمبتهلين باتحاد إذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية، فضيلة القارئ العلم الشيخ رجب عبد الخالق، أدعوه إلى منصة التلاوة كي يفتتح لنا هذا المقام القرآني الكبير. أشكر حضور أستاذنا العلم والإعلامي القدير والكبير الأستاذ خالد الشفعي، ولنا معه لقاء عقب التلاوة بإذن الله العلي القدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لا إله
الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام والذي يصوركم في الأرحام كيف بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يخفى منه آيات محكمات
هن أم الكتاب
إنك أنت الوهاب. ربنا ربنا بآياتنا فأخذهم
الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. قد كان لكم
ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات والله بصير بالعباد. والله بصير بالعباد.
الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط صدق الله العظيم. صدق الله العظيم الستار وبلغ رسوله الكريم الأمين المختار وجعلنا جميعا من المستمعين الأبرار. أضاء المكان بنور القرآن، حفتنا ملائكة الواحد الديان حينما استمعنا وإياكم لآي ذكر الحكيم من آي سورة آل عمران. تلاها على مسامعنا فضيلة القارئ العلم الشيخ رجب عبد الخالق قارئ مصر والعالمين العربي والإسلامي وشبكة القنوات الفضائية المصرية في هذه الليلة القرآنية المباركة العظيمة ذكرى السنوية الثامنة للعمدة صلاح نجم الدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الليلة في قبره نورا يتقاطر على روحه الطاهرة، وأن يجعل القرآن الكريم العظيم شفيعا لك، وأن يشفع فيه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يبارك في ذريته وأحفاده، وأن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. في هذه الليلة القرآنية المباركة العظيمة يحضرنا أهل الفضل أهل الواجب أعلام دولة التلاوة بمصر والعالمين العربي والإسلامي، متسابقين متنافسين مشاركين للأخ الحبيب والنجم الكبير سيد الأستاذ أحمد نجم الدين وأشقائه الكرام العمدة حسين والعمدة إبراهيم. مشاركة في هذه الليلة القرآنية التي يطيب سماؤها وجوها ونورها، ألا وإنها ليلة الجمعة خير الليالي التي يصلى فيها على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ازداد المكان نورا فوق نور وجمالا فوق جمال، حيث حضرنا صاحب المدرسة القرآنية البارعة وهو صاحب المقامات.